كان عندكم كام سنه لما عرفتوا ان ده مش المسجد الاقصى؟ ايوه زي ما بكلمكم كده، ده مش المسجد الاقصى. يبقى انتوا اكيد سمعتوا عن المخطط الاسطوري، انهم عايزين يهدوا المسجد الاقصى ويبنوا مكانه هيكل سليمان. هتلاقي الاعلام والقنوات والمواقع وكل الناس بيشيروا الصوره دي على انها هي المسجد الاقصى، لكن الحقيقه ده مش المسجد الاقصى. تعالوا اعرفكم المسجد الاقصى ومساحته وحجمه عاملين ازاي. مبدئيا كده واول حاجه، المنطقه دي كلها اسمها المسجد الاقصى، واللي مساحتها اكتر من 14000 متر مكعب. والمسجد الاقصى في 7 اماكن للصلاه، من ضمنهم مسجد قبه الصخره اللي بناه عبد الملك ابن مروان، والمسجد القبلي اللي بناه الفاروق سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. وللمسجد الاقصى 15 باب و4 مآذن، وموقعه الجنوب الشرقي لمدينه القدس.